السلام عليكم، يعطيكم العافية. فيديو جديد لتختيم لعبة ديترويت نحو الإنسانية أو بيكم هيومن. أتمنى التختيم ينال على إعجابكم وأخليكم مع الفيديو. ودي كمان تعتبر أفضل مساعدة منزلية، بتطبخ 10,000 طبق. يلا يا زوي هنمشي. بتتكلم لغة ولكسة وبتهتم بالواجبات المنزلية من ابتدائي للمرحلة الجامعية. واو حبيبي، شكلها هيجنن. دي بالظبط اللي محتاجاها. انت قلت بكام؟ وعلى فكرة احنا دلوقتي عارضين المجموعة بشكل خاص ب$7,999 من غير فوائد والمدة 48 شهر، وضمان على قطع الغيار وكفاءة العمل. هشتري. اختيار جميل جدا. يلا بينا نخلص إجراءات البيع. تمنوا عالي بس هيعمل كتير. أنا مش عاجبني البياع ده. مش هدفع. إعادة تشغيلها كانت صعبة جدا، حالتها كانت سيئة. هو إيه اللي حصل كمان مرة؟ عربية خبطتها، حادثة غبية. فهمت. على كل بقت كويسة دلوقتي، بس عدنا زبطها، يعني اضطرينا نشيل الذاكرة. أتمنى ما تمنعش. مش مشكلة. تمام. اخترت لها اسم. واضح انك كذاب. اختارتها. شو اسمها؟ BX400. سجلي اسمك. كارا. اتوقع انا اسمي كارا. اتوقع هذه مهمتنا اليوم، قصة كارا. اوكي تونا نبلش. 5 نوفمبر 2038، الساعة 9:38. اوكي هذا منه الشخصية، هذه منه مو كارا. طيب وين اروح؟ نمشي نشوف وين ودينا. بين لك الاندرويد كثروا. هذه مهمتنا. استعاد الطلب 847 عند رسومات بليني. اوكي يتكلم ان اندرويد خذوا وظائفهم واستبدلوا البشر. كان صح. اوكي نيه. هو اللي راح على طول هنا. فتح الباب. اوكي رقم طلبك 847، ثمنه $64. من فضلك أكد الدفع. أكد الدفع. سلام. الدفع اتأكد. لقد تم التحويل. أخذنا.
استلم الطرد. الحين اخذ حافلة الى المنزل. اوكي الحين لازم نركب الحافلة عشان نروح المنزل. اوكي هناك. بسبب المشاكل هذا. سيداتي وسادتي اتصنعت لخدمتنا. مش كنداري. رايح على فين يا حقير؟ بجد؟ شباب بصوا هنا، واحد من الزبالة دول. بصوا للقذر ده، انت سرقت شغلنا بس مش قادر تدافع عن نفسك. نجو نجو ثاني مرة. هتدفع ثمنه. هياخدوا شغلك بعد كده. هتاخد اللي تستاهل. تمام. يلا اتحركوا. واضح العنصرية بسبب الشغل. اوكي. دخول. توقع لهم مكان خاص. حلو، خلصنا قصة ماركوس. كمل الحين قصة كارا. الباب. حلو. هذه وراها قصة. طيب. مرافقة تود. اوكي وصلنا. لما بعدتي لمدة اسبوعين البيت بقى فوضى. انت بتعملي شغل البيت، الغسيل، الاكل، وبتهتمي. ايه القرف ده؟ راحت فين البنت دلوقتي؟ أليس! أليس! لقيتك. دي أليس، اهتمي بيها وبواجباتها وكل شيء. فهمتي؟ ايوه يا تود. ابدأي هنا وبعدين كملي فوق. حلو. يبين ننظف، عندنا كذا مهمة خلصها ونرجع.
تحدث إلى أليس. أوكي. بلطف. متأكدة إننا كنا أصحاب قبل ما يصلحوني، بس ممكن نبقى أصحاب تاني. باباكي قال لي إنك اخترتي اسمي كارا، اسم جميل، اخترتيه إزاي؟ إيه أخبار مامتك؟ هترجع البيت قريب؟ كلميني عن نفسك، بتحبي تعملي إيه؟ بتروحي فين؟ أكلك المفضل؟ ده هيساعدني جداً. أعطتني مفتاح. أوكي نفتح. قاعد ترسم كنداري انها كان طاقها ومخربها. قطع يدها. ارجع. شو نسوي؟ عن تعليمات جديدة. أيوة واحد منا وننزل. بتعملي ايه؟ انا بلعب. مجنون. فاكر ابوكي حقير، ها؟ فاشل حقير، ولا بيشتغل ولا بيحمي عيلته. هو انت مش شايفه ان انا حاولت انجح، ومع ذلك بيجي حد بعد كده ويبوظ لي كل ده. انا عارف رايك فيا، انت بتكرهيني مش كده؟ قوليها بتكرهيني. واضح الابو قاعد ياكل حبوب اكتئاب. يا ربي انا بعمل ايه؟ انا اسف يا حبيبتي، انا اسف. عارفه اني بحبك مش كده؟ عارفه ده. اوكي خلصنا. حلو لحد هنا نوقف ونكمل إن شاء الله في فيديو قادم.